رمضان شهر مشهد بالملايين. سامحنا مش مهندس بقى معلش، لو كان ذبح القطة من الأول ما كانش ده حصل. اقرأ بكرة، اقرأ بكرة الإعلامي والصحفي الكبير كمال عامر في روزا اليوسف، اقرأ كمال عامر من أسبوعين ثلاثة محمود طاهر قفل على الفساد اللي في النادي الأهلي، أكبر مفسدة في مصر النادي الأهلي، أكبر مفسدة في النادي الأهلي. طبعا يا بيه، لما يبقى واحد وعامل 23 مليون جنيه عمولة، أنا بقولك بالرقم أهو، 23 مليون جنيه عمولة. ده مين ده؟ لا ما أقدرش أقول أسماء. قالوا عنك هتقلبوا المواجع ثاني؟ قالوا عنك بتهاجم النادي الأهلي ومجالس إدارته عشان مالكش دور في النادي. تعليقك؟ هو ده اللي بيتقال، لكن الكلام ده غير صحيح بالمرة، لأن جات لي مراسيل كتير ووصايد كتير إن أنا أقعد واللي أنا عايز أخده واللي أنا عايز أشتغله، وأنا رفضت تماما. ويسأل عن هذا، أنا بس برد على اللي حضرتك بتقوليه، لكن الموضوع ده أنا قفلته من زمان. يعني اللي هم بيقولوه قالوا عنك الموضوع. بس يا كابتن أنت بتهاجم طول الوقت. لا ما أنا حسن حمدي، محمود طاهر، الخطيب. لا محمود طاهر لا، أنا بصي، أنا نمرة واحد عندي النادي الأهلي. الخطيب ده عشرة عمري وتوأمي، لو قلت لأمي الله يرحمها مصطفى ولا محمود لازم تفكر. فمحمود بالنسبة لي موضوع مختلف. حسن حمدي ده طب بتهاجمه ليه؟ لا أنا بهاجمه عشان السياسة مش عشان الخطيب. طب ما صاحبك اللي بتحبه تبلع له الزلط. لا أنا بقى ما ببلعش زلط، أنا في النادي الأهلي ما ببلعش زلط. أنا آخر تليفون جالي من المهندس هاني أبو ردة في هذا الموضوع، طالما أنت فتحت المواضيع، يعني من تركيا، وقال لي مصطفى أصحابك عايزين يقعدوا معاك. قلت له أصحابي مين؟ قال لي حسن والخطيب. مين أصحابك؟ قال لي حسن والخطيب. قلت له حسن والخطيب ده أنا رايح لهم على حسن حمدي؟ قلت له حسن والخطيب رايح لهم على إيدي ورجلي، لكن النادي الأهلي لأ. خلي بالك احنا كنا عيش وملح، واللي بيني وبين حسن حمدي طبعا يمكن مراته بيه. يمكن مراته ما تعرفوش. ده سنين طويله، من السبعينات اظن، من السبعينيات يعني. وانا استفدت منه كتير جدا في الكوره، وانا ساعدته في حياته العمليه كتير جدا. ساعدته في حياته العمليه، وخلي بالك من الجمله ديت يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى العبد اللي لا قاعد قدامك ده. طب يعني ما كانش ينفع بدل ما تهاجم الخطيب تنصحه بينك وبينه؟ حصل قبل كده واتكلمت معاك، بلاش فلان وبلاش فلان، يعني ما مش في العلن. لا لا لا، ما هو في العلن ده. بصي مدام بسمة، بصي انا بس عايز اقول جمله مهمه جدا، لو رجع بيا الزمن هنتقد، بس مش بالاسلوب ده زي ما انا قلت قبل كده. يعني انت ندمان على طريقتك؟ انا كنت قاسي جدا، لكن مش على نقدك. لا مش على نقدي. لكن انت شايف ان طريقتك كانت قاسية شوية جدا، مش قاسية بس عنيفة جدا كمان. متفق. وده كمان زي ما انا قلت قبل كده، وهما الاثنين اكتر اثنين يعرفوا ده، مدام بس من حبي للنادي الاهلي ومن عشقي للنادي الاهلي، عشان تبقى الامور واضحة. انا عايز بس اكملك لما هنا بريد اكلمني. بس يعني هي الناس بتزعل منك لانه بيشوفوا ان حبك للنادي الاهلي بيخليك تخبط جامد، يعني الناس مستاء انك بتخبط جامد. مش عارفة الدبة اللي قتلت صاحبها، ما من حبها ليه؟ ما هو انا مش عايز اقولها، انا كنت عايز اقولها زي بالظبط زي ما اقول لحضرتك. تعالي كده هاتي تاريخ النادي الاهلي، كل اللي بيسيب النادي الاهلي وبيمشي بيروح فين؟ فين؟ الزمالك. النادي الزمالك النقيض بتاع النادي الاهلي، او الممثل للنادي الاهلي، مش حبا في النادي، مع احترامي الشديد لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. واخرهم مين؟ تركي آل شيخ. واخرهم تركي آل شيخ، هذا الرجل العاشق للبلد وللنادي الاهلي والمحمود الخطيب. لما مشي من النادي الاهلي وحصل اللي حصل، ها، راح نادي الزمالك، مع العلم ان الطلب ان اتعرضت عليه رئاسه نادي الزمالك الشرفيه ورفض. طب ايه اللي خلاه قبل؟ اعتذر مش رفض، اعتذر عشان النادي الاهلي. لكن بعد كده راح وبيساعد نادي الزمالك، وده زي ما قلت قبل كده، ده ذكاء ثم ذكاء ثم ذكاء من مرتضى منصور. طب انا عايز اعرف، يعني هو بيساعد نادي الزمالك عند في الاهلي؟ ايوه، مش عند في الاهلي، حبا في الاهلي، حبا مش عند في الاهلي. زي ما انا بهاجم النادي الاهلي يقوي الخصم بالظبط، زي ما انا بهاجم النادي الاهلي
وليس كرها في الاهلي ولا مركز ولا منصب ولا الكلام ده. طب انا هقول لك حاجه. انا محمود طاهر ما انتقدتوش غير في حاجات بسيطه وما شغلنيش، خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي. يمكن كنت عايز منه حاجه. لا ولا حاجه خالص، فما عشان كده ما انتقدتوش. انا بصي انا مش مصطفى يونس اللي يعمل كده، واكتر ناس يعرفوا الكلام ده حسن حمدي والخطيب بالتحديد، مش مصطفى يونس اللي يعمل كده. ما محمود طاهر ما شغلنيش، كنت واقف معاه وبسنده ومعاه والكلام زي ما انت ما سمعت كده. طيب بعد الاجابه دي تيجي نبدا حلقتنا؟ اتفضلي. لسه نبتدي؟ احنا لسه كده، احنا بنسخن. طب يلا سخن يا كابتن زي كده، ما انتوا بتسخنوا في الملعب. لا انا سخنت من اول سؤال. يلا بينا. يلا بينا ست الكل.